والله اشتقنا فرحنا بك صوم وطاعة للرحمن صوم وطاعة للرحمن روحانيتي يومك. مرحبا معكم أفنان. اليوم راح نعمل مع بعض التمر الهندي أو عصير التمر الهندي. طبعا هاي باكيت التمر الهندي جبته قبل كم يوم هيك. هذه بتيجي حوالي نص كيلو، مكتوب عليها 500 جرام. تمام، أنا ما راح أعملها كلها، راح أعمل نصها والباقي راح أخليه لبعدين، ممكن نعمله بآخر رمضان أو شيء زي هيك. بس أنا هلأ راح أجهز نصه، يعني حوالي راح أعمل 250 جرام من هاي الكمية. تمام، فراح أفتحها معكم ووريكم كيف راح نعمله. أول حاجة راح نحتاجه اللي هي لطنجرة كبيرة. ليش؟ إحنا بعد ما ننقعه راح نطبخه على النار حوالي نص ساعة. بس قبل بدنا نفككه من بعضه على أساس إنه لما نحطه بالمية ما ياخد معنا وقت طويل لغاية ما يعني يبوش معنا ويصير يعني طري. فهلأ بفككه من بعضه وبحطه بالطنجرة. بعد هيك راح أحط عليه مية سخنة. زي ما قلت لكم أنا ما راح أعمل الكمية كلها، راح أعمل نصها، يعني هعمل حوالي 250 جرام. 250 جرام راح أحط لهم 2 لتر مية. هيك فكفكت كل التمر الهندي عن بعضه، بعدين راح اضيف لها المي. طبعا لربع الكيلو راح احط لها 2 لتر من المية، وراح اخليها هيك الكمية المي لازم تغطي التمر الهندي كلياته علشان يشرب المية ويصير معنا طري ونقدر ان احنا يعني نحصل على النكهة اللي فيه. طيب هلأ راح اتركه حوالي نص ساعة لساعة. طبعا قد ما نحنا تركناه ونقعناه في المية ما بيعطينا النكهة القوية للتمر الهندي، فلازم نطبخه على النار. بدكم ان هو الطعمة تكون كتير واضحة ومبينة، لازم تطبخوه على النار. اشوفكم بعد نص ساعة. شايفين هذا بعد مر عليه نص ساعة، زي ما شايفين بدأ اللي هو الحبات تتفتح وبدأ شكله يتغير زي هيك. فهلأ راح احطه على النار، بدي ينطبخ على النار حوالي نص ساعة 45 دقيقة. المهم انه ينطبخ كتير. زي ما شايفين بدأت تغلي معايا. راح اتركها على النار حوالي نص ساعة او 45 دقيقة حسب ما اشوف انه قديش الحبة اتفتحت معايا وقديش راح تحتاج. تمام، هيك بدأ بعد تقريبا نص ساعة. انا شايف الكميه كتير قلت، كميه الميه قلت معايا، فراح اكتفي بهيك. راح اطفي عليها النار وبعدين راح اعصرها بس تبرد شوي. اوكي، زي ما شايفين هي بعدها لسه سخنه، فبعصرها بالمعلقه. بس تبرد شوي ممكن تستخدموا ايديكم وتعصروها كتير منيح على اساس انكم تاخذوا كل النكهه الموجوده في التمر الهندي. تمام، راح نضل نعصر فيها لغاية ما يضل إلا بس الختر، الخيطان هذا مع البذور بس، والباقي يكون نزل من في المصفاية زي ما شايفين زي هيك. وراح نحصل على الخلاص للتمر الهندي اللي احنا بدنا إياها عشان نعمل العصير. طبعا في هالمرحلة ممكن تضيفوا السكر على التمر الهندي على كمية كلياتها إذا حابين. طبعا أنا ما حطيت عليها كلياتها لأنه في بعض منه راح استخدمه للطبيخ وبعض منه راح استخدمه للعصير، فلهيك ما حطيت على الكمية كلها. راح احط على حسب ما بدي، مثلا اعمل بالكاسات راح احط بالكاسات وهكذا. يعني عندي هنا زي ما شايفين عندي كمية من التمر الهندي، راح اضيف لها كمية السكر. طبعا كمية السكر انتم بتتحكموا فيها زي ما انتم حابين، فبتحطوا كمية السكر حسب ذوقكم، بتحركوها بتخلوها تدوب. بعد هيك بتضيفوا المية الباردة وبس. هيك بنعطيها تحريكة على السريع بحيث انه تختلط التمر الهندي بالمية الباردة. واخر شي ممكن نحطه اللي هو التلج. تمام، تحطوا كمية من التلج على اساس انه يضلوا بارد العصير معاكم. بالنسبة لكمية التمر الهندي انتم بتتحكموا فيها حسب ما بتحبوها، يعني بتحبوه يكون تقيل يكون خفيف، انتم بتتحكموا باللي هي هاي الشغلات حسب ما انتم كيف بدقوها، يعني حسب ذوقكم يعني بالنهاية. طيب وبس هيك صار عندي عصير التمر الهندي جاهز. طبعا الباقي احتفظت فيه بمرتبان ازاز، بحطه بالتلاجة وقت ما بدي بطلع وبعمل منه عصير. انا عملت لكم على قد كمية كاسة لانه ما حد راح يشرب بالليل عصير تمر هندي، فهيضلوا
هذه بس عشان أوريكم كيف تعملوه، الباقي رح أخليه بالثلاجة إن شاء الله رح نعمله برمضان. كل عام وأنتم بخير، إن شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالخير والبركة. وبس هيك بنكون وصلنا لنهاية وصفتنا لليوم، إن شاء الله تكونوا حبيتوها. فلا تنسوا تعطوا الفيديو لايك، تشتركوا بالقناة إذا لسه مش مشتركين، وتفعلوا الجرس لتوصلكم إشعارات لتشوفوا الوصفات اللي رح أنزلها برمضان إن شاء الله بالأيام الجاية. وإن شاء الله أنا بشوفكم على خير، وكل عام وأنتم بخير، مع السلامة.